حابه نقفل الحلقه ضمن دقيقه، يا ريت نختمها بدعاء مبارك من حضرتك. نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا رحمة واسعة، رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم قنا شر أنفسنا وقنا شر الشيطان وشركه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. سيدنا ومولانا خالقنا وخالق الناس أجمعين، كيف نمتنع يا ربنا بالذنب من الدعاء، ولا نراك يا ربنا تمنع مع الذنب من العطاء. فإن غفرت لنا فخير غافر أنت، وإن عذبتنا بذنوبنا فغير ظالم أنت. مولانا أذنبنا في بعض الأوقات وآمنا بك في كل الأوقات، فكيف يغلب بعض أوقاتنا مذنبين كل أوقاتنا مؤمنين. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم ألا تقبض أرواحنا من أبداننا إلا وأنت راض عنا. اللهم بارك بلدنا مصر واجعلها بلدا آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد العرب والمسلمين، وأفض عليها من خيراتك الحسان. اللهم أنعم عليها بنعمك وآلائك التي لا تعد ولا تحصى، وجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلها بلد أمن، واجعلها بلد سلم، واجعلها أمنا أمانا سلاما، هي وسائر بلاد العرب والمسلمين. وصلوات الله وسلامه على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا قرة عيني رسول الله. جزاكم الله خيرا النهاردة دكتورة سمودي، أنا سعيدة ومستفزة بالحلقة. نفع الله المسلمين بما قلت وجعل في ميزان حسناتك. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. طبعا بشكر دكتور